إن خوفنا من أسماك القرش غير منطقي، فنحن نخاف من فكرة أن نلتهم أحياناً، غير أن هناك بعض الهجمات القليلة عبر العالم كل سنة. نسعى وراء حقيقة هذه الهجمات الآن لنفرق بين الحقيقة والخيال، مستكشفين لا مستغلين. هذه هي قصص ملفات هجوم القرش. ربما يكون التعرض لهجوم القرش كابوسا سيئا. الدائرة الضخمة من الأسنان تقدمت نحوي. رفعت ساقي ورأيت كمية من اللحم البشري تتدلى. لقد استنجدنا بالله لينقذنا من هذا المخلوق. رأيت سيلا كبيرا من الدماء. كاد القرش أن يلتهم طفلي، وأشكر الله أن ذلك حدث معي فقط وليس معهما. أسماك القرش لا تعتبر البشر فرائس طبيعية لها، لذا فإنها بالطبع لن تبحث عنهم. كأنني كنت في فيلم الفك، ذلك ما كان يدور في ذهني وما كنت أشعر به حقا والقرش يضربني. كان الأمر بالنسبة لستيفن كروس وهو من جنوب إفريقيا كابوسا يتجسد. انقض قرش ضخم على ستيفن وأسقطه عن لوحته، حيث كان صديقه كارل على بعد أقدام منه. مزق ذراعه المغطاة ببذلته المائية. ويتذكر هذان المتزلجان بعد 3 أيام من الهجوم الرعب الشديد الذي واجهه. إنني أتذكر تماماً تلك العينين السوداوين وذلك الأنف المستدق، وكان يقطع بوحشية وبعشوائية. عند رؤيتي لذلك السيل الكبير من الدماء ظننت بأن ستيفن سيموت. كنت متأكداً بأنه هالك لا محالة وأنني سأكون التالي. كنت يائساً، كان القرش كبيراً جداً وشديد القوة، فهو بذيله فقط أسقطني عن لوحتي وهو يمر بي، وكأنني كنت ريشة في مهب الريح. كنت أكيل الضربات على رأس القرش بأقصى قوة. أخيراً غمر القرش نفسه في الماء ومضى، فساعدني كارل لاعتلاء اللوحة وانطلقنا معاً باتجاه الشاطئ. يرجح الخبراء أن تكون هجمات القرش الأبيض من حالات التعرف الخاطئ له، فهي تنتهي بسرعة عندما يدرك بأنه لم يعض فريسته المعتادة وهي الفقمات وأسود البحر. ولكن في هذه الحالة الشاذة استمر القرش الأبيض بمهاجمتهما مطارداً إياهما إلى خارج الماء. مضينا نجذف ونجذف، ثم التفتنا إلى الخلف ورأينا القرش قادماً نحونا وهو يفتح فمه ويغلقه، وأصبح خلف قدمينا مباشرة، فقلت سأهلك هنا. كنت أصرخ بملء فم، أنقذنا يا إلهي، أخرجنا من هنا، وصرخت حتى أدميت خنجرتي. ويشعر ستيفن بأن القرش يهاجمه بوحشية وعلى بعد إنشات خلفه. يقوم بهجوم أخير يائس ويخفق بإصابته. يمسك باللوحة دون ستيفن ويشرحها بحدة. حدث ذلك عندما كان يطاردني وكان قريبا جدا مني. أحسست بشدة عنيفة، وقد سألت كارل فيما إذا كان قد ضربني، فأنا لم أعلم بأن ذلك كان قرشا، فقد شعرت بتلك الشدة، كان يسعى خلفي عند قدمي. وعند الشاطئ ينهار ستيفن بسبب فقدانه الكثير من الدماء، ويعتمد على كارل لإنقاذ حياته. كانت محنة شديدة حقاً، وعندما وصلنا إلى الشاطئ تولى كارل زمام الأمور، فقد كان فيما مضى مسعفاً في الجيش ويعرف ما ينبغي عمله، وقد اطلع بالأمر وأنقذني. لا تزال هناك بعض الأسئلة دون إجابة بعد مرور 3 أيام، فهل كان ذلك حظاً موفقاً؟ أم أنها معجزة تلك التي أنقذت ستيفن وكارل؟ هل ينويان تجربة ذلك مجدداً؟ لدي ندوب وذراع جريحة وستشفى، أما الذكرى فإنها ستستغرق طويلاً لتزول. سأسأل دوماً لماذا هاجم القرش ستيفن ولم يهاجمني؟ هل كنت محظوظاً لأنني لم أهاجم؟ وحالياً ليست لدي أدنى رغبة للعودة إلى الماء.
أظن سأبقى في الخارج، فأنا أشعر باللهفة والرغبة في ذلك، وعلي ترك القرش وشأنه. غالبا يواجه الخبراء مشكلة في تحديد هوية أسماك القرش المسؤولة عن الهجمات، آملين في أن يوفر موقع الهجوم الدليل الأول. وتتميز جنوب إفريقيا بتاريخ طويل من هجمات أسماك القرش. يصعب تحديد النوع المسؤول، وفكرتنا الجيدة عنها أنها تكون غالباً أسماك قرش بيضاء، خاصة في المياه الباردة. وكلما تقدمنا نحو المياه الدافئة تزداد هجمات قرش النمر، ويحتمل أن يكون قرش الزامبيزي، ولكنه غالباً يصعب تمييز الأنواع المختلفة. تمت حماية العديد من الشواطئ في جنوب إفريقيا بالشباك بصورة فعالة. أما في المناطق البعيدة وغير المحمية من جنوب الكيب، فإن المتزلجين يخاطرون عند نزولهم إلى الماء. كان خليج مصل مسرحاً لأولى الهجمات المسجلة ضد المتزلجين في مياه جنوب إفريقيا. دخل جيديان سكيلتما التاريخ عندما كان طالباً في الجامعة. ذلك اليوم طبع عميقاً في ذهنه كآثار الأسنان فوق لوحته. كان ذلك عام 71، وحسب ما يمكن أن أكون، فإنني أول متزلج في جنوب إفريقيا يمسك به قرش أبيض عظيم. كان جيديان يتزلج على الماء، وأثناء ذلك رأى ظلاً يمر بسرعة تحت السطح، وكان ذلك قرشاً دون أدنى شك. سحبت الساقية فوراً وأنا مرتعب، ووضعتها فوق اللوحة، وانطلقت مجذفاً كالملهوف نحو أقرب صخرة. وبعد ثوان أصبح القرش بجانبي. لقد سحبني تحت الماء ولا أعرف إلى أي عمق، ويا ليتكم رأيتم كيف كان يمسك بي وبلوحتي كشطيرة الساندويتش. كان مراقب في الفنار قبل لحظات من الهجوم، قد رأى القرش الأبيض وهو يتقدم نحو جيديان، غير أن المراقب كان بعيداً جداً ولن يتمكن من الوصول لنجدة جيديان، فاتصل بالمستشفى ليبلغهم بأن هجوماً للقرش يوشك أن يقع. لقد استطاع المراقب أن يرى رؤية واضحة من موقعه، وطبقاً لما وصفه فإن القرش هجم من فوق اللوحة إلى حيث كنت أجلس. ولسوء الحظ أننا لم نسمع الإعلان عن الإنذار، وأنه كان يجري عائداً إلى البرج. وقد أحسن التصرف في تلك اللحظة عندما اتصل بالمستشفى، وعليه فإن المستشفى كان قد أبلغ بأن هجوماً للقرش وشيك الوقوع قبل أن أرى الزعانف. وباستعدادهم المسبق لنتيجة الهجوم الوشيك، استطاع الأطباء أن ينقذوا حياة جيديان ويعالجوا ساقه، وهو اليوم سليم معافاً. كانت العضة قوية وهائلة، إنني لن أنسى قوتها ما حييت، وأن مجرد إحساس المرء وهو بين فكي سمك القرش الأبيض العظيم لهو تجربة رهيبة، كما أقول لكم بالضبط. ولعمري أنني محظوظ لكي أتحدث معكم هذا اليوم. كبصمات الأصابع البشرية تترك أسماك القرش وراءها أدلة دقيقة حول أنواعها من خلال أشكال عضاتها، فمن خلال معاينة جروح الضحية وبذلته المائية أو لوحته يتمكن العلماء من تحديد نوع القرش المسؤول عن الهجوم. بالنظر إلى أشكال العضات فوق أسطح اللوحات، فإننا نحصل على بعض الطبعات الظريفة للأسنان، فنحاول تكوين فكرة عن نوع القرش الذي قام بتلك العضة وعن حجمه، وكلما ازدادت المسافة بين الأسنان ازداد حجمه. قمت بإجراء تحليلات حول هجمات القرش في مياه جنوب إفريقيا منذ عام 60 ولغاية عام 90. وجدت بأن هناك 3 هجومات في السنة كمعدل، وهناك القليل جداً من الهجمات التي يضرب فيها القرش ضحيته مرات عدة،
وتكون عضة واحدة في معظم الحالات. وربما يشتمل الهجوم على بعض من الهزم أو أنه يكون سريعا جدا وذا عضة خاطفة، ثم يمضي القرش بعيدا ولا يعود. أعطت النتائج التي توصل إليها جيرمي مهلة مؤقتة لبعض الأنواع كالقرش ذي الأسنان المثلمة مخيف المنظر غير المؤذي والذي نسبت إليه خطأ عدة هجمات. القرش ذو الأسنان المثلمة يبدو شديد الوحشية، وهو يستخدم أسنانه ليغرزها في طريدته، وليس لهذه الأسنان أي قدرة على القطع نهائيا. وبالرغم مما يبدو عليه من وحشية ظاهريا، إلا أنه في الحقيقة مطيع جدا. ولسوء حظ هذا القرش، فإن تواجده قرب شواطئ السباحة يجعل منه كبش الفداء للهجمات وهدفا للصيد وانتقام البشر من هذا المخلوق الوديع. أعتقد بأن أسماك القرش كقرش الثيران والنمور والبيضاء لا تعتبر البشر طرائد طبيعية بالنسبة لها، لذا فإنها لا تجول بحثاً عنهم داخل المياه. أسماك القرش لا تسعى إلى الطرائد البشرية عن قصد، البشر بإمكانهم عدم إصدار الأصوات ونشر الروائح وطرح الدلائل التي تثير فضول القرش. ونظراً لافتقار أسماك القرش إلى الأيدي، فإنها تتحقق من البشر أولاً بضربهم بعنف وثانياً بعضهم. العض بالنسبة لأسماك القرش لا يعني بالضرورة أسلوباً للتغذية، وأظن بأن الهجمات العديدة ضد البشر ليست بدافع التغذية، إنه مجرد سوء حظ أن يكون لدينا جلد رقيق، بحيث أن العضة التي نتعرض لها تسبب لنا جروحاً بليغة وتترك آثارها على أجسامنا. تتجول أسماك القرش عادة في المناطق المظلمة من المياه عند مداخل الأنهار بحثاً عن الرمم والنفايات الطافية، وخطير على البشر دخول هذه الأماكن، والتحذيرات غالباً لا يكترث بها. في مياه جنوب إفريقيا أسماك قرش كثيرة، وتكون التحذيرات مستمرة بشأنها، وبخاصة عندما تفيض الأنهار وتجرف معها أعداداً من الدجاجات وغيرها تجذب القرش إلى مداخل الأنهار. وما ساعدني عندما تعرضت إلى العض هو عدم فزعي، فقد كنت هادئاً وتقبلت الحالة التي كنت فيها وتمكننا بعد ذلك من التعامل معها. يعلم بروس ألدريدج أن مداخل الأنهار أماكن تتردد عليها أسماك القرش، وبأنها يمكن أن تظنه خطأ فريستها، وبخاصة في المياه المظلمة، وأنها تتغذى باهتياج في المساء، ومع ذلك ذهب لركوب الأمواج متجاهلاً تلك الحقائق وكاد أن يفقد ساقه. كان الوقت متأخراً تماماً في المساء وفكرنا بالخروج، وكانت الأمواج كبيرة جداً وكنا مستمتعين بذلك، لكن ما دار في ذهننا أن تلك كانت ظروفاً مثالية لهجوم القرش. عندما عضني القرش لم يبدر مني رد فعل مباشر، شيء ما ضرب رجلي فحسب، لكنه عندما بدأ يضربني ويسحبني إلى الأسفل وهز ساقي بعنف وطوح بي، عندها دب الرعب في أوصالي وأدركت بأن الذي عض ساقي كان قرشا، وأصبحت في حالة من الرعب المطلق واعتليت سطح لوحتي. الفكرة التي خطرت لي أثناء ذلك هي أن لا أترك لوحتي مطلقة، لأنها وسيلة الوحيدة للعوم، ولا سيما أن القرش كان يسحبني إلى الأسفل. رفعت ساقي ورأيت كمية كبيرة من لحم ساقي تتدلى، ومنذ تلك اللحظة لم أنظر إلى ساقي. وفي المستشفى كان مصير بروس وساقه في خطر كبير جدا. أمضيت في المستشفى شهرا، وقد أمضى الأطباء 3 أيام يقررون فيما إذا كانوا سيبتلون ساقي أم لا،
وفي اليوم الثالث قرروا إنقاذها، وقد أبلوا بلاءً حسناً في ذلك، ولم يبقى بعد ذلك إلا أن تلتئم الجراح وتشفى الساق. وبعد أن شفي الجرح تماماً، عدت إلى السير وإلى ركوب الأمواج مرة أخرى، وعدت إلى قيادة الدراجة الهوائية. وقد كانت العودة إلى الماء عاملاً كبيراً في الطريق إلى الشفاء. واليوم يستمر بروس في التزلج، ولكنه يتجنب مداخل الأنهار والمياه المظلمة والخروج إلى الماء في أوقات متأخرة، وقطع عهداً على نفسه بألا يتجاهل التحذيرات. إن البحر لها وعلينا ألا نحاول إبادتها، حينها سنشعر بالأمان عندما نذهب إلى البحر. فالذهاب إلى البحر كذهاب الناس إلى الغابات الطبيعية حيث توجد الأسود، فإذا عرفت المخاطر عليك التقيد بالقوانين. وكشان جنوب إفريقيا وأستراليا، تزخر منطقة شمالي كاليفورنيا بأسماك القرش البيضاء. يعوم الناس هذه المناطق بكثافة، إلا أن حوادث الهجوم لا تزال نادرة جداً. يعتقد الخبراء بأنه رغم أن الإنسان والقرش الأبيض غالباً ما يكونان قريبين من بعضهما، إلا أن القرش يسعى إلى شيء آخر. لقد أظهرت الدراسات بأن كميات الدهن والسعرات الحرارية المتوفرة لدى الفقمات وأسود البحر تزود القرش الأبيض بالطاقة اللازمة لإشباع عملية الأيض السريعة في جسده. فقمات الفيل الشمالية، وبخاصة تلك التي فطمت حديثاً، من أكثر الحيوانات عرضة للهجوم، غير أنها كثيراً ما تنجو من فكوك القرش الأبيض العظيم. المحير حول هجمات القرش الأبيض أنها ليست فعالة، وأن معدل نجاحها منخفض جداً. هذا الأمر يؤدي بعلماء البحار إلى الاعتقاد بأن القرش ليس مفترساً عنيداً كما كان يعتقد، فهو كثيراً ما يستخدم أسلوب الهجوم وعدم الإصابة، والذي غالباً ما يفشل. غالباً ما ينجو معظم البشر من الهجوم الأول، وكذلك الطرائد الحيوانية. وبالنسبة للواحم زعنفية الأقدام عند سواحل كاليفورنيا، فإن معظمها لديه آثار للندوب والجروح، حيث إنها قد هوجمت ونجت. والحقيقة هي أن هناك الكثير مما يؤكل، دائماً يوجد هناك شيء على بعد 100 ياردة. تطورت الحواس القوية لأسماك القرش دون أدمغتها، ورغم براعتها في العثور على طريدتها، إلا أنها تفتقر إلى العقلانية في التمييز بين الفقمات وراكبي الأمواج من البشر. أسماك القرش البيضاء تهاجم البشر لأن البشر يبدون من الأسفل كمادة جيدة للأكل كالفقمات وأسود البحر، والإنسان يكون في نفس حجم الفقمة تقريباً وفي نفس شكلها. وإذا كنت مرتدياً للبذلة المائية، فسيكون لونك كلون الفقمة الفيلية أيضاً، لذا ستكون كنوع من المشاهيات لها. لا تتعرض الفقمات والبشر فقط لعضات القرش العشوائية، فثعالب البحر في بحر كاليفورنيا تتعرض للعض بقسوة، فتجرح وتترك ميتة من قبل هذا المفترس. الثعالب المحظوظة يجرفها التيار إلى الشاطئ، وهي تستقر هنا في المربى المائي لخليج مونتري. منذ البدء ببرنامج الأبحاث وحماية ثعالب البحر قبل عقد من الزمان، والذي تديره جولي هايمر، تمكن البرنامج من إنقاذ المئات من الثعالب وإعادة تأهيلها. يمكن أن تقع ثعالب البحر ضحايا لأسماك القرش الأبيض، تبعاً للطبيعة التي فيها الحيوان، فهي تقضي معظم أوقاتها في أماكن تواجد الفقمات عبر المياه المتدفقة، وهي تأكل في نفس الموقع. وبالنسبة للقرش الأبيض العظيم، فهي تبدو فريسة للطعام، وليس هناك من دلائل فيما إذا كانت أسماك القرش تفضل ثعالب البحر أم لا. وننظر إلى هيئة أسنان القرش الأبيض وإلى الطريقة التي يقطع بها لحوم الحيوانات، فجراح الثعلب الذي لدينا تشير إلى أن الفاعل هو القرش الأبيض.
وفي هذه المنطقة نتعلم لماذا تنجرف بعض هذه الحيوانات الجريحة وما هو سبب جراحها. لا تزال العديد من هذه الثعالب صغيرة جدا وبحاجة إلى عناية خاصة. في أحواض البحر المفتوحة يقوم الغواصون باتخاذ دور الأمهات لهذه الثعالب فيعلمونها كيفية الأكل وكيفية التكيف مع بيئتها. من الحالات الحرجة في عمليات إعادة التأهيل هو العمل في بئر المياه المفتوحة والتي تقوم فيها الأمهات البديلة بأخذ الحيوانات إلى أحواض المد أمام المربى مباشرة، حيث يقوم الغواصون بتقليد أمهات الثعالب في سلوكها. وبعد إطلاق الثعالب تكون قد شفيت واعتادت على مصاعب العيش في عالم القرش الأبيض. العديد منها لن تعيش، لكن الثعالب الميتة تساعد مجتمع الثعالب بشكل عام، حيث يحصل العلماء من خلالها على المعلومات اللازمة لحماية هذه المخلوقات. في المختبر العائد لأكاديمية العلوم في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، أجرت العالمة كارين سيبرا عمليات تشريح للثعالب التي جرفتها المياه إلى الشواطئ، وظهر بأن 20% منها قد نفقت نتيجة لهجمات القرش. من المهم تحديد أسباب نفوق هذه الثعالب لنتمكن من حمايتها، والغاية من إجراء مثل هذه الأعمال الدقيقة في تحديد أسباب النفوق هي محاولة معرفة ما الذي يقتلها وما هي نسبة الهلاك، ثم نقوم بعدها بمعالجة تلك المشاكل. وبهذا فإننا نجد أحياناً بعض الدلائل على عضات القرش، ولقد وجدنا أثار أسنانه في الجزء الخلفي من هذه الجمجمة. إننا نجد أثار أسنان في حالة عضة القرش، وهي كثيراً ما تتميز بنموذج معين. لدينا هنا فروة لثعلب بحري، وهذا القوس الظريف إنما فتحات صغيرة بشكل قوس ناتجة عن عضة لقرش، وهذه الفتحات الصغيرة هي لأسنان مستقلة. كذلك يمكننا أن نجد الدلائل على الأجزاء الهيكلية، ففي عضة القرش تجدون شظايا عظمية وأحياناً ثقوباً في العظم وعظاماً متصدعة، وهناك أسنان صغيرة الحجم جداً مطمورة في الجمجمة. وإذا أمعدتم النظر فسترون نمواً معيناً للعظام، لذا فإن من الممكن جداً أن هذا الحيوان قد نجا من الهجوم ما دامت هناك علامات للشفاء. ويظهر من خلال الأسنان المطمورة في جمجمة الثعلب بأنه قد تمكن من العيش بعد تعرضه للعض ونفق بسبب إصابته. والسؤال الذي لا زال يحير العلماء هو هل أن القرش الأبيض يقتات على الثعالب أم أنه يعضها ويتركها فحسب كما يفعل مع البشر تماما؟ إننا نجد بعض الثعالب عند الشاطئ وهي تحمل دلائل على هجوم القرش، لكننا لم نلاحظ أي دلائل أو علامات تدلنا على التهام القرش. خلال ذلك يواجه القرش الأبيض صراعه الذاتي من أجل البقاء، وهي معركة ربما سيخسرها دون تدخل الإنسان. كانت أسماك القرش البيضاء إلى مطلع التسعينيات تحت رحمة الصيادين الهواة والصيد التجاري عديم التمييز، حتى البعض منهم يقتلون القرش الأبيض بمجرد رؤيتهم له ليخلصوا البحر من هذا الضار الشهير. وبينما شحت رؤية القرش الأبيض عالمياً، أخذت أعداد الفقمات المحمية من قبل الحكومات تتزايد بالطراد، مما سينذر بزعزعة التوازن الدقيق في المحيطات. دفع هذا الدول مثل جنوب إفريقيا وأستراليا وأمريكا لإصدار قرار لحماية أسماك القرش البيضاء، بينما بقيت الأنواع الأخرى دون حماية وغير قادرة على الإفلات من شباك الصيادين. بصورة عملية فإن جميع الأنواع الشائعة من أسماك القرش في العالم هي عرضة للصيد. الذي يحدث لأي عمليات صيد رئيسة لأسماك القرش في العالم عبر التاريخ هي أنها تنتهي، فالناس يصطادون الكثير منها وبالتالي تنحسر أعدادها وبصورة جماعية، فتلك الأسماك لا يمكن اصطيادها بتلك الكثافة لأنها لا تملك القدرة البيولوجية.
أسماك القرش بطيئة التكاثر وتتأخر في بلوغها، وهي ربما لن تنمو جنسياً لحين مرحلة البلوغ، حتى إن البعض منها لا تتكاثر سنوياً. وإذا كانت لديها صغار فإنها تكون في عدة حالات قليلة نسبياً، على العكس تماماً من الأنواع الأخرى من الأسماك التي تعيش في أسراب وتضع آلاف البيوض وتتكاثر بسرعة. طعام آسيوي اسمه حساء زعانف القرش أدام قتل أسماك القرش، ويقوم قراصنة العصر الحديث وكما تم رصدهم بواسطة الكاميرات في إحدى المحميات البحرية بتعليق مئات الأزواج من الزعانف على الحبال لكي تجف. وعندما ترصد الكاميرات هؤلاء الصيادين فإنهم يهربون خشية من طائلة القانون، إلا أنهم وبدون أدنى شك يعودون طالما أن أسماك القرش تبقى محتجزة هناك. وليس بإمكاننا معرفة إلى متى سيستمر قتل أسماك القرش من خلال عمليات الصيد التي لا تخضع لأي نوع من المراقبة والضبط. في العادة تتصدر هجمات القرش عناوين الأخبار، إلا أنها كثيراً ما تركز على الجانب المثير دون الواقعي، وبسبب هذا أضفيت على القرش صفة القاتل عديم العقل، وأصبحت بعض الضحايا شخصيات شهيرة. كان المهندس ماركو فلاغ مكرهاً على التحدث عن مواجهته مع القرش، متجنباً المغالاة فيها. لقد نجا ماركو فلاغ من هجوم تعرض له من سمكة قرش بفضل عدة الغطس التي أنقذت حياته والتي صممها بنفسه. نظرت إلى يساري فرأيت تلك الدائرة الضخمة من الأسنان تخرج من الظلمة في الأسفل وتتجه نحوي مسرعة وكأنها صاروخ. وكانت اللحظة التالية أن أمسك بي بين فكيه. توقع فلاغ أن يشطره القرش إلى نصفين بسبب الضغط الشديد، غير أنه أحس بأنه قد أفلت، فهرع يغالب ذعره إلى سطح قاربه مدركاً أن القرش يدور حوله. حاولت أن أعتلي سطح قاربي، فأنا عادة أستطيع أن أفعل ذلك بكامل عدتي، غير أنني حاولت أن أرفع نفسي إليه مرتين ولم أتمكن، فألقيت حزامي الثقيل وتخلصت من عدتي، فتمكنت من بلوغ القارب، فأخذت عدتي تهبط تدريجياً، فأمسكت بها وسقطت في الماء مجدداً، فقلت هذه آخر غلطة في حياتي. غير أن القرش اختفى، واكتشف فلاغ بأنه لم يتأذى فعلياً، فقد أصيب بجروح كانت على شكل ثقوب. أدرك فلاغ بعد ذلك أن عدته التي صممها بنفسه هي التي حمته من عضة القرش. عندما ظهر القرش أمسكني بفكيه وضرب مقدمة هذه العدة، وبإمكانكم أن تروا هنا وهنا غرزات أسنانه والعدة ممزقة هنا. كانت العدة على معدتي وكان الخزان على ظهري كالدرع، فقد حمى ظهري خلال الهجوم وحال دون إصابتي بجروح أشد. يبدو أن القرش نفر من مذاق القطعة المعدنية عند عضته الأولى، مع أنه كانت لديه عدة فرص للعودة والإجهاز على ضحيته. لم تتطلب جروح فلاغ سوى بضع غرز لإغلاقها، حيث تمت معالجتها وغادر بسرعة. كان الدكتور هاتوري أحد الذين تولوا العناية به. لقد كان فلاغ محظوظاً جداً، فلولا أن حال خزان الهواء والعدة الإلكترونية بين أسنان القرش وجسده ومنعته من إغلاق فكيه، لكانت العضة ستؤدي إلى نزع أحشاء فلاغ. غير أن الدكتور هاتوري كان لديه شخص أقل حظاً في إحدى الحالات السابقة، فقد قتل شاب قبالة خليج مونتري، فبعضة واحدة من قرش قدر طوله بثمانية عشر قدماً للضحية لم تبقى له أي فرصة للنجاة. تراه قرشاً كبيراً إلى حد أنه يمكن أن يقتطع إحدى جهتي جسدك بكامله، وبذلك تنعدم حياتك.
الشاب الذي هوجم بوحشية وماركو فلاغ الذي تم تذوقه وإطلاقه حالتان تعكسان أساليب الهجوم المتنوعة لأسماك القرش. ورغم ما يتميز به القرش الأبيض من حجم هائل وقوة تمكنه من قتل الإنسان وتمزيقه بسهولة، إلا أنه من النادر أن يفعل ذلك. فمن بين حالات هجوم القرش 42 المسجلة ضد الإنسان، كانت هناك 10 حالات قاتلة فقط. النجون كماركو فلاغ برهن على أن هناك خلاصاً من مفترس البحر المطلق. من البديهي أن تزداد بعض الحالات الشاذة لهجمات القرش نظراً للأعداد المتزايدة من الناس الذين يؤمون البحار، غير أن الهجوم الذي تعرض له أحد المتزلجين أثار الصدمة لدى العديد من أنصار الرياضة، فالمتزلج مايك سوليفان كان محصناً ضد الهجوم. ورغم أن المتزلجين كثيراً ما يمارسون رياضتهم في دافنبورت، إلا أن هذا الهجوم الذي وقع للمتزلجين مايك وصديقه مات هاوت لم يأخذ بالاعتبار فكرة أن يطاردهما قرش أثناء تزلجهما. ولكن وكما تبين في يوم الهجوم، فإن القرش الأبيض غالباً ما يكون حيواناً لا يمكن التكهن بسلوكه. لم أشعر بالتهديد لأنني فوق سطح الماء وأتحرك بقوة، وظننت أن القرش لو رآني سيتركني، إلا أنه ضربني. كانت سرعتي حوالي 10 أميال في الساعة. لقد ضرب مايك بشدة من الخلف. كانت ضربته شديدة حقاً، لأن ارتفاع رذاذ الماء كان بحدود 20 إلى 30 قدما، وكان كالانفجار عند الارتطام به. وظل مايك يراقب مذعوراً بعد أن ضرب وبقي طافياً في حين تابع القرش مهاجمة لوح التزلج. رفع القرش مؤخرة اللوحة فوق السطح، مما أفقدني توازني، فقفزت إلى الماء ثم سبحت مسرعاً وبكل طاقتي، ثم رأيت مات. بدأ لي بأنه بخير وكان يتجنب الغرق بتحريك قدميه. كانت حدقتا عينيه كبيرتين وكأنه سيهلك. كنت مذعورا، فقد خطف القرش لوحتي وأخذ يدور بها. وبعد أن تركهما القرش فجأة، كان أمام مايك خيار صعب، فإما أن يسبح عائدا إلى الشاطئ ولمسافة طويلة، أو أن يعود إلى لوحته المحطمة. فكرت، فوجدت بأنني أستطيع السباحة عائداً لمسافة ربع ميل إلى الشاطئ، وذلك سيستغرق وقتاً طويلاً. وظننت بأن القرش قد عض لوحتي ومضى ولن يعود، وهذه فرصتي لأقفز فوق اللوحة وأستعيدها. نجا مايك من الهجوم دون إصابة، ولم يستطع أن يرى القرش فعلاً لأنه كان مضطرباً. ثم استطاع أن يستجمع تركيزه حول ما وقع له بعد أن رأى ما حل بلوحته. جاء القرش وأطبق بمقدمة فمه الشبيهة بحرف V على هذه الجهة من اللوحة، واعترك معها وربما علقت أسنانه بها، فهزها بعنف ليتخلص منها واقتلع جزءا منها هنا. وهناك بعض الآثار في الجهة المعاكسة من اللوحة لم تكن موجودة، هذه وهذه. وكانت هناك آثار على سنوفة اللوحة غير ظاهرة الآن، وهذا أثر آخر أيضاً. غالباً يطارد القرش الأبيض فرائسه الطبيعية، علماً بأن سرعته تصل إلى أكثر من 25 ميلاً في الساعة. وتلك حقيقة مخيفة يجب على المتزلجين تذكرها في كل مرة ينزلون فيها إلى مياه توجد فيها مواطن للقرش. لم أسمع بأن متزلجاً قد هوجم، فنحن نظن أنفسنا في مأمن، وعندما نحمل معداتنا لن نبدو كالفقمات، وتكون حركتنا بسرعة عالية، واستبعدنا هجوم القرش. أثبتت الأبحاث بأن أسماك القرش ذات قيمة عالية رغم الهجمات المثيرة التي تتصدر عناوين الأخبار، حتى إن الاكتشافات ستقضي على أسطورة أن أسماك القرش قاتلة شهيرة، وستوضح أهميتها الكبيرة للجنس البشري. أظهرت التجارب التي أجريت في جامعة هاواي أن أسماك القرش تعرض أجسادها لأشعة الشمس،
وكانت تلك الحقيقة مثيرة للباحثين في شؤون السرطان، فأسماك القرش تفعل ذلك ولا تصاب بالسرطان. كان ذلك اكتشافاً مذهلاً للباحثين كريس وغوين لو. اكتشفنا ذلك بالصدفة عندما كانت زوجتي جوين تساعدني في جمع أسماك القرش. فعندما جمعنا أسماك قرش من الخليج ووضعناها مع التي في بركة مياه البحر الضخمة في الشهر، لاحظنا اختلافاً هائلاً في ألوانها. المخلوقات الوحيدة التي تعرف بتسفيح جلودها هي البشر، ومعنا بعض الثدييات. لذا فإن ذلك اكتشاف فريد، وربما تكون أسماك القرش هي الحيوانات المائية الوحيدة التي وثق عنها تسفيعها لجلودها. ليس من السهل الإمساك بأسماك القرش لمراقبتها، فأسماك أبو مطرقة محارية الشكل مثلاً متقلبة جداً. أردنا إثبات أن أسماك القرش تسفع جلودها حقاً ولا تغير ألوانها للتوالف مع بيئتها المحيطة كالأسماك الأخرى. قمنا بوضع المرشحات على زعانف أسماك القرش. إحدى الزعانف وضعنا عليها مرشحة يوفي حاجبة والأخرى سالكة، وذلك لغرض التحكم. ثم جعلناها تسبح في البركة لمدة أسبوع وأخرجناها بعد ذلك وجمعنا أسماك القرش وخلعنا المرشحات عنها وشاهدنا خطوطا سمراء فعلية حول مرشحة يوفي الحاجبة. لم تكتشف الأورام القتامينية لدى القرش، وربما تساعدنا أبحاثنا مستقبلاً لتحديد العلاقة بين قدرة القرش على التسفع وعلى عدم الإصابة بتلك الأورام. وهل يمنحها هذا التسفع القدرة على منع ظهور سرطان الجلد، أو فيما إذا كان لديها بعض الآليات العضوية تستخدمها لإصلاح تلف الأحماض النووية الناتج عن الإشعاعات فوق البنفسجية؟ جمعت أسماك القرش هذه لتوها من البركة أو من قاع الخليج يوم أمس، وهي أخف لوناً بكثير. أما هذه فقد مضى عليها 4 أو 5 أشهر، لذا فإنها تعرضت إلى درجات عالية من الضوء لبضعة أشهر، وقد كانت تعيش في الأجزاء المظلمة من الخليج حيث يوجد القليل جداً من الضوء. يمكن أن تكون لهذا البحث بعض التطبيقات على البشر، فإذا كان التسفع يمنح أسماك القرش بعض الحماية، فما مدى تلك الحماية؟ توجد أسماك القرش منذ 300 مليون سنة، فإذا كانت لديها القدرة على التسفع وعدم الإصابة بالأورام القتامينية، فهل هناك تغيير نشوي بينها وبين الثدييات يمكن أن يزودنا بمؤشرات حول سبب ظهور الأورام لدى البشر؟ إننا نخشى أن يبدأ الناس بالتفكير مجدداً ويقولون طالما أن أسماك القرش لا تصاب جلودها بالسرطان، لما لا نأكل لحومها وندلك جلودها بأجسادنا كي لا نصاب بالسرطان؟ أعتقد بأن تلك حالة مغاير تظهر فائدة أسماك القرش. ليس من قبيل أن هذا حيوان آخر بإمكاننا استغلاله، ولكن وهذا حيوان آخر يمكننا أن نتعلم منه. يعتقد عموماً أن أسماك القرش تقاوم الإصابة بالسرطان بفضل هيكلها الذي يتكون من الغضاريف وليس فيه عظام، ويعتقد بأن الهياكل الغضروفية ربما تمنع نمو الأورام. وقد أجريت تجارب عديدة لمعالجة الأورام السرطانية لدى الإنسان، ومع أن النتائج لا تزال غير قاطعة، إلا أن غضاريف أسماك القرش أصبحت هوساً علاجياً انقلب وبالاً عليها، حيث قتلت الآلاف منها بدعوى استخراج العلاجات من غضاريفها. لقد قام بعض الباحثين بإجراء بعض التجارب على غضاريف أسماك القرش، وأثناء أبحاثهم اعتقدوا بأنهم توصلوا إلى علاج لمرض السرطان أو غيره، وبرأيي أن ذلك هو مجرد رغبة الإنسان في الحصول على علاج سريع لمرض ما، أو أن يعتقدوا بفعالية شيء ما. منح العمل مع قرش أبو مطرقة الفرصة لكريس وغوين لفهم سلوكها بشكل أفضل، وأتاح لهما دراستها شخصياً عن كثب ودون خوف.
أبو مطرق أسماك قرش رائعة ولطيفة، ورغم أن لديها أسنان حادة إلا أن أفواه هذه الأسماك صغيرة جدا، ومن الصعب أن تعض إلا إذا حشرت يدك فيها مثل ما فعلت أنا بالصدفة عدة مرات. أسماك قرش أبو مطرق الموجودة في جامعة هاواي لطيفة، حتى إن كريس يتمكن من إطعامها بيده دون الخوف من العض. هذه ليست أعمالاً خطيرة، بل هي طقوس يومية بالنسبة لكريس، فهو يبتغي التوصل لمعرفة مدى سرعة نمو أسماك القرش. الانطباع لدينا من خلال منظور النمو هو أن أغلب أسماك القرش بطيئة النمو، وأن معظم حالات النمو السريعة تحدث عند صغرها. من خلال ما لاحظناه على أسماك قرش أبو مطرق الكبيرة هنا أن لديها القدرة على النمو السريع بتوفير الكثير من الغذاء لها، وربما تكون تغذيتها الأفضل في هاواي. وبينما ستصل هذه الأسماك المطيعة إلى طول 15 قدماً فهي لن تشكل تهديداً للمتزلجين، فالقرش الذي يخشاه المتزلجون في الجزيرة هو قرش النمر آكل لحوم البشر الذي أثار الفوضى والهلاك في الجزيرة. لا تزال هاواي تسترد عافيتها من اندلاع 10 هجمات للقرش النمر على الأقل، أثارت الجدل والخوف بين المقيمين على الجزيرة في مطلع التسعينيات. ورغم أن حدة عناوين الأخبار حول الهجمات قد انخفضت الآن، إلا أن المراسلين الصحفيين يواصلون تحقيقاتهم في الهجمات. غريغ أمبروز مراسل صحيفة هونولولو ستار بوليتون مضى إلى أبعد من العناوين الرئيسة، وذلك لكي يوثق القصص الحقيقية لهذه الهجمات المرعبة. أن يهاجم الإنسان من قبل القرش فهذا أمر نادر، ولقد أردت أن أكتب قصة تجسد هؤلاء الناس الذين أخبروني عن أنفسهم، وأن أستعرض ما حدث بعد ذلك إن كان القرش سرق شيئاً ثميناً منهم، وهو حبهم للبحر. النتيجة كانت كتاباً بعنوان عضات القرش. هذا الكتاب يتحدث عن مجموعة من المواجهات الغريبة بين القرش والإنسان. بعض هذه الهجمات مشوشة للفكر وكذلك للوقت وللمكان الذي وقعت فيه خلال السنة، لذا فإنه من سوء الطالع أن يهاجم الإنسان يوماً من قبل القرش. لا أحد بإمكانه أن يعرف الحظ السيء أكثر من روبرت روكويتس، وهو سباح وغواص كان قد بدأ إجازته في ماوي بنزوله من الطائرة ومنها إلى ما بين فكي قرش النمر. محادثته يمكن أن يرويها أي شخص، حيث إنها وقعت في مكان آمن تم ارتياده من قبل مع زوجته شيرلي لقضاء الإجازة، ولم تنقض أول 20 دقيقة حتى عضه القرش. أقلعت الطائرة بنا إلى هاواي، وفي أول يوم لي قفزت إلى الماء، وبعد مرور 20 دقيقة شعرت بشيء ممسك بقدمي، فتوقفت عن السباحة والتفت إلى الوراء، وإذا به خلفي تماماً وبيننا 3 أقدام. كان قرشاً نمراً بطول 10 أقدام وقد شق مقدمة قدم. لم ينتظر روبرت أن يقوم القرش بمهاجمته مرة أخرى، بل أخذ يرفس القرش ويكيل له الضربات بكل ما أوتي من قوة. كل ما أتذكره أنني كنت أحاول استيعاب الحجم الهائل لهذا الحيوان، فلقد كان ورائي مباشرة، وكأنني كنت أضرب جداراً من الإسمنت. ربما كان القرش قد تفاجأ من عناد فريسته المحتملة فاختفى في الأعماق بنفس الطريقة الغامضة التي ظهر بها. من الأشياء التي توصلت إليها هو أن تلك المواجهات مع أسماك القرش ليست بدافع التغذية، فهي بذلك كانت تستكشف شيئاً، حيث سترون أنكم إذا افتقرتم إلى الأيدي أو إلى أي طرف تكتشفون به عالمكم، أفلن تستخدموا أفواهكم لتروا إذا كان هناك شيء يؤكل أم لا؟ كوواي كانت التالية في التعرض إلى متاعب أسماك القرش، فمرة أخرى يغدو المتزلجون أهدافاً للقرش النمر. وعندما وقعت عدة هجمات غير متوقعة ضد المجتمع في هانالي،
بدأ السكان يتساءلون بقلق لماذا تحولت أسماك القرش هذه إلى العدوانية وبشكل مفاجئ. في 13 نوفمبر عام 94 كانت هناك كالمعتاد الأمواج الجميلة عند مدخل نهر هانالي المعتم. كانت كاثلين لن وطفلاها مستعدين لعبور الأمواج العالية، وبعد لحظات من دخولهم إلى الماء تلقت كاثلين ضربة قوية من الأسفل من قبل قرش النمر، وبصورة عفوية قامت باستخدام لوحتها كدرع لكي تصد ضربات القرش الخاطفة. كان موقفاً صعباً جداً. عندما شعرت بأن لوحة التزلج قد ارتفعت رفعت ساقي في الهواء، أي أنني أبعدتها إلى الأعلى ثم إلى الجانب، وقد رآني أحد المتزلجين وأنا أقوم بهذه الحركة، وأردت حينها إسقاط نفسي عن ظهر اللوحة ودفعها باتجاه القرش. كنت صامدة وأنا في الماء وكنت ممسكة بلوحتي واعتقدت بأنه سيعود. وبعد اختفاء القرش انتبهت كاثلين مباشرة إلى طفليها فأسرعت بإخراجهما من الماء. أشكر الله على نجاتهما. إياكم وإثارة غضب الأمهات أو تهديد صغارها، لأنها ستقوم بأشياء عجيبة، وهذا ما قامت به كاثلين. فقد كانت خارجة لركوب الأمواج مع طفليها يوماً، وكان هناك أطفال آخرون يتزلجون، وعندما ضربها القرش ذعرت كما يحدث لأي منا، غير أن غريزة الأمومة جعلتها تضرب القرش بلوحتها لتحمي الأطفال كي لا يكونوا الضحايا لأسماك القرش. كان بإمكاني أن يلتهمهما، لذا فإنني أشكر الله بأن ذلك حدث معي فقط ولم يحدث معهما. يخلف هجوم القرش لدى بعض الناجين آثاراً نفسية عميقة، في حين يمضي الآخرون في البحث عن استمتاع جديد في البحر رغم المخاطر المتأصلة في هذا المكان الغامض. ربما يكون هجوم القرش أسوأ كابوس للمتزلجين، وأعتقد أنهم يشعرون بهذا الشيء في وقت ما، فهم لهم مخاوفهم من هجوم القرش. في 15 أكتوبر عام 90 واجه غريغ فليتزر أسوأ كابوس له، إلا أنه قلل من شأن الحادث خشية أن يؤدي الأمر إلى إخافة عائلته المحبة للبحر. عند وقوع الحادث نشر في الصحف وبتفاصيل ضئيلة فقط ولا شيء بعد ذلك، مجرد متزلج في كواي يتعرض لهجوم القرش والقرش عض لوحته وانتهى الأمر. كانت القصة الحقيقية مثالاً للشجاعة. عائلة تعرضت لمأساة بدأت بخروج غريغ ومعه صهره لركوب الأمواج. تلقيت ضربة عنيفة على مؤخرة لوحتي، وكانت ضربة متعمدة ومقصودة، فنظرت إليه وكنت في رهبة من ضخامة حجمه. هذا الشكل الشبه أسطواني كان ضخماً للغاية، وكأنك كنت تقف أمام شاحنة فولكس فاجن صغيرة في الماء. كان القرش بطيئاً، وكلما اندفع نحو لوحتي وأمسك بها كنت وكأنني مسحوب بالسيارة. وقعت الضربة على زعنفة اللوحة تماماً، والزعنفة بطول 9 إنشات، لذا لم يستطع الإمساك باللوحة بفمه ليحصل على عضة أكبر. وبينما كان يقوم بذلك كان يأخذني معه إلى الأسفل في دائرة كبيرة، وكنت أهبط معه إلى الأسفل. انظروا هنا، هذا هو صندوق الزعنفة، وكان يسعى للحصول على عضة أكبر. ولم يوافق غريغ على التخلي عن لوحته، فهما ليسا متكافئين. كان يأمل في أن يصمدا لحين وصول صهره إليه. كنت واثقاً بأنني لم أشأ أن أنفصل عن لوحتي في الماء، ولهذا قررت التمسك بها، فاعتليت طرفها وكنت أنظر إلى صهري. كان يخوض في الماء بحثاً عني طوال الوقت، وأخذت الأمور تتباطأ نوعاً ما، وكنت أهبط وتوقف كل شيء وبدأت بالتسلق والصعود إلى السطح مجدداً. والآن وقد أفلت غريغ من قبضة القرش، فهو يقلل من شأن شجاعته وإقدامه ويقر بالفضل لشجاعة صهره أثناء الهجوم. عندما نقرأ حول المواجهات مع أسماك القرش نجد أن الناس يحاولون مغادرة المياه بسرعة،
غير أن صهري لم يفعل ذلك وظل يخوض في الماء، وكنت أرى العزم في عينيه وكنت واثقا بتصميمه على إيجادي وإنقاذي. أحس غريغ بعد تلك الحادثة بأن حياته تغيرت نهائيا نحو الأحسن بالطبع، وأخذ يعيد التأكيد على ما هو مهم في حياته ويقوي أواصر الصلة بينه وبين عائلته التي تحب البحر مثله تماما. أدرك كريغ أنه وبمعزل عن التأثير عليه لم يرغب أن يؤثر القرش على أطفاله لأنهم كانوا محبين للمياه بشكل كبير. كان من المهم لدي أن لا يفقد أطفالي صلتهم بالبحر أو أن يخافوه جديا، لذا قمت بخطوة صحيحة حيث أنني أجلستهم وتحدثت إليهم حول ما حدث وأريتهم اللوحة وأفهمتهم بأن ذلك لم يكن هجوما موجها ضدي بالذات، ولم يكن الأمر ليحدث لهم وألا يخشوا الذهاب إلى البحر بسبب القرش. تلك مأساة حقا وأمر مؤسف حقا، لأن تلك مجرد تجربة أخرى في البحر، إنها مجرد شيء آخر هناك حتى إنه يجعل الأمور أشد إثارة. أسماك القرش ربما تشعر بوجودنا أكثر مما نود أن نعلم، مع أن القليلين جدا منا سيرونها في محيطها الطبيعي، ومع أننا يمكن أن نكون فرائس سهلة، إلا أنها وبصورة متكررة تفضل أن تتركنا. ومع كل ذلك أتساءل كم من آلاف المرات رأتني أسماك القرش وأنا أتزلج أو أغوص، ولكنها سارت في سبيلها حتى إنني لم أشعر بوجودها. إنها تنظر إلينا ولكنها لن تهاجمنا. إن المعرفة أفضل سلاح لنا ضد هجمات أسماك القرش، كما أن فهمنا للوقت الذي ربما نكون فيه مستهدفين هو دفاعنا الأفضل. في العديد من الحالات بالإمكان تجنب هجماتها، إلا أنه هناك دوماً حالات نادرة تهاجم أسماك القرش فيها دون سبب واضح. ستظل الهجمات محتومة ما دمنا ندخل إلى عالم أسماك القرش باستمرار، وطالما وجدت الهجمات فسوف يستمر البحث عنها.